هذا شلون حار شلون حار من هذا العراقيين ما يخافوا من جهنم. وثائق عن أبرد المناطق في العالم أثر بهذا العراقي الذي يعيش في أحر المناطق في العالم، فأخذته الغيرة وقال سأفعل بنفسي وثائقي عن الحرارة وليمثل العراقيين وأغلب العرب. يستيقظ العراقي بسعادة أحيانا. أما قد عرقان ومدبوك خرب والوطنية. وهكذا في بعض الأحيان تبدأ أولى معاناة العراقي بالماء الحار، فلن يجد ماء بارد ليغسل وجهه به. وهنا يأتي The Goat أو المنقذ الماطور في العراق، لأنه يعطيك ماء بارد، ويعشق العراقيون هذا الاختراع كما نرى. ثم يغسل العراقي وجهه بالماء البارد. لا يعني الصبح نعمة، يعني نعمة مقارنة بباقي اليوم. نحن نحب الصباح في العراق مقارنة بباقي اليوم، لأن درجة الحرارة تكون 33 سيليزي، وهذا أمر بسيط بالنسبة لنا. مشكلتنا تبدأ بعد الساعة 11 حين ترتفع درجات الحرارة ويرتفع ضغطنا معها. هلنا الله يعني هلنا الله ترك جدنا. يأكل العراقيون صباحنا البيث مع الشاي، فرغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أنهم يرفضون أن يتركوا الشاي. قد يتفاجأ الغرب، لكن العراقيين شعب متطور، لديه آيفون وسيارات، وليس كما يشاع أنهم يعيشون على الأحصنة. أنت أحصنة مو إحنا. بهذا التوقيت تحديداً يسقط حمام مشوي من الجو، يعني نعمة كل شيء. عموش عجل تشتغل إيش وقت؟ أنا أشتغل بالحلال، يعني ما أخلي أهلي يأكلون أكلة مو بالحلال. إذا ما أشتغل ساعة ثنتين احتمال يموتون من الجوع بعد يوم يومين. الله يرزقك عمو يساعدك ويحفظك. يعني والله من الازدحامات هاي التبريد يبوخ، يعني ماكو حتى ما نقدر نختنق. شنو يبوخ؟ عم ما ادري اروح انا دروح دروح مال الازدحام دروح. بوخ معناها التبريد او الاير كونديشنر بدل ما يعطيك هواء بارد راح يقوم يعطيك هواء حار بالصيف وانت بالسياره مسدود الجامات. على الرغم من أن الحرارة 50 سيليزي، إلا أن العراقيين لا يتوقفون عن ممارسة شغفهم وهو كرة القدم. ساعة 4 شنو يعني؟ شعبنا أقوى من الموت. ها يعني ما غلط أحجب أدب؟ يلا أنا آسف. إحنا شعبنا متعلم على الحرارة. ليش؟ إحنا كلنا النار ولا عراقي طب الجنة. نحكي على كرة القدم؟ هاي نحكي على كرة القدم بس. الشعب العراقي يتنفس كرة القدم، عندنا صغار قبل الكبار، يعني إذا تقول له واحدة نوصل لها خمسة يجيك بالوحدة. ليش؟ لأن الشعب يحب الكرة. يلا أنا ملخصتكم أقوم أشرب شاي. اهو جيت من البيت للشغل انت يحترقن من الهواء الحار صديق كذيب. اللي يحب الصيف واللي يقول يحب الصيف وعايش بالعراق هذا يتفق جميع العراقيون على الخروج بهذا التوقيت بسبب الحرارة التي تكون حوالي 35 سيليزي. نعم، إنها السعادة المطلقة لدى العراقيون. فهل حقاً هي السعادة المطلقة؟ نعم. من لا شارة. يعني 17 صيف والوقت الوحيد اللي تقدر تطلع بيه الليل رغم البوخ والحرارة. يعني من لا شارة. من لا شارة. الوطنية صار لها يوم الماك. بالنهاية احنا شعب قوي رغم كل شيء يمر بيه بعده مبتسم ويحارب، فخلينا نتعب السعادة لأنها بسيطة. الهم نعمل وما ننسى يوم القيامة، لأن الجنة هي النعيم مو الدنيا.